رئيس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الاجتماع الأسبوعي للجنة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد شهد الاجتماع مشاركة أعضاء اللجنة إلى جانب مشاركة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة. وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بالجميع مقدرا سموه الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور والتقدم في قطاع الشباب والرياضة بالمملكة. بعدها ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتشكيل لجنة لتنفيذ المقترح الذي تقدم به رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بإقامة دور مفتوح لكرة القدم، منوها سموه بوضع الضوابط وآليات العمل لتنفيذ هذا المقترح على الشكل الذي يضمن تحقيق أهداف رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للنهوض بالكرة البحرينية بما يساهم في تطوير الفرق الكروية ورفع مستوى اللاعبين الذي ينعكس إيجابا على تشكيل المنتخبات الوطنية القادرة على الظهور المشرف وإحراز المزيد من الإنجازات في مختلف المشاركات القارية والدولية والوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي لرؤية سموه ببلوغ المونديال العالمي.